خفضت أسعار النفط الخام خلال التعاملات الآسيوية بعد أن كشفت بيانات رسمية عن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الحالي، مع خفض الشركات الأمريكية للمخزونات في المستودعات للتخلص من تخمة المخزون. أما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فقد نما بمعدل 1.5% نهاية الصيف الماضي مقابل نمو بنحو 3.9% في الربع الثاني من 2015.